قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. وآخر الأخبار، حيث ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون حماية الطفل، ورد وزير والعدل حافظ الأختام الطيب لوح على بعض أسئلة النواب المتضمنة آليات تفعيل هذا القانون، ويواصل النواب مناقشة هذا القانون حتى يوم الغد. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.